السلام عليكم. اليوم نطيم هذه الوقفه امام وزاره عد على يعني المشكل ديال الامتحانات اللي عارفوا العالم كله، فضيحه المصيبه ديال الامتحانات. درنا ثلاث وقفات امام وزاره امام البرلمان، ربما الصوت ديالنا ما وصلش لوزاره عد. مشينا درنا جميع الاجراءات القضائيه الحقوقيه السياسيه، ووصلنا للديوان الملكي حتى واحد الان باقي ما مسوق لنا. لذلك حنا امام هذه الوزاره باش نوصلوا الصوت ديالنا، راه عينا وتقارنا واننا كنرفضوا هذه السياسه الاقصائيه، وباننا والله ما مفاكين، راه والله ما مفاكين، واخا يبقاو يتجاهلونا. قولي لله راه تبعتي دابا ولا في اونغوس وكل شيء هو هذاك في هذه البلاد، ولكن للاسف حنا مازال ما كاينش استجابه، مازال ما كاين حتى اشارات ايجابيه اللي تخلينا نشدوا شويه في واحد الامل. مازال عندنا امل، الوحيد اللي مازال عندنا هو في القضاء، لان القضيه اليوم معروضه امام القضاء. اما ما عدا ذلك جميع الاشارات، جميع الابواب، جميع المؤسسات، جميع الاحزاب صامته متواطئه، ما كاين حتى شي اشاره ايجابيه اللي تخلينا نحسوا اننا في بلد وفي امام وزير اللي يحترم نفسه ويحترم مواطني هذا البلد. هادشي علاش نقولوا الوزير ارحل، احنا مستمرين. نحن اليوم امام وزاره العدل بعد مجموعه من الوقفات اللي كانت امام البرلمان اللي ما كانش وراءها استجابه. نحن اليوم على مقربه من السيد الوزير كنعاودوا نفكروا، ربما ما سمعناش، كنا بعاد عليه شويه، دابا حنا حداه، نعاودوا نقولوا ليه اننا ما راضينش على النتائج. المهزله ديال الامتحان مهزله اللي ما كيشرفش البلاد. اليوم راكم السيد الوزير تسيئوا لدوله باكمالها، رحنا هاد البلاد تقاتلوا عليها الناس، تقاتلوا عليها الناس الوطنيين والشرفاء باش انها تكون في مصاف الدول المتقدمه ومصاف الدول العظمى، ماشي باش يجي وزير بجرة قلم ومجموعة من التصاريح المستفزة والمسيئة لهذا البلاد، يسيء لبلد بأكمله ويسيء لمؤسسات كنا إلى الأمس القريب تنتقوا فيها. حنا حاولنا نتواصلوا معاه، قلنا له أنه نحن متضامنون معه قلبا وقالبا، لأننا تنعرفوا أنه طالب مظلوم تعرض لظلم وتعرض لحيف، كيف لا يعقل أنك نعترض عنه وتسجل جوج مرات؟ علاش ما كاينش الاسم ديالو جوج مرات في اللوائح؟ مسألة أخرى، السيد الوزير كان أشار وصرح بصريح العبارة قبل في الشرح عليه السؤال ديال الرقم، هذا الرقم السري اللي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، قال أنه وقع خطأ وخطأ وارد. وفي التصريح الآخر بشكل متناقض تيقول أنه الطالب قام بالتزوير، بالإعفاء من ذلك هدد بمتابعة هذا الطالب. هو طالب في بداية المشوار ديالو، طالب حقوقي وعلى حق ومظلوم من الفوق. ونجي انا كوزير بكل ما تحوله لي وما تعطيني اياه الصفه ديال الوزاره من الصلاحيات، نتابع واحد الطرف ضعيف. للاسف هادشي اللي وصلنا ليه مؤسف جدا، وحنا اليوم راه تنعيشوا واحد السياق اللي ما نقدروش نكونوا منعزلين عليه، السياق ديال الاحتقان الاجتماعي اللي رحنا غاديين به وتيتزاد يوم بعد يوم، السياق ديال غلاء الاسعار، السياق ديال مجموعه من الممارسات لا قانونيه ولا اخلاقيه اللي تتوقع اليوم في الادارات العموميه. انا اتساءل الى متى في الغد الجديد؟ كما ترون اللجنه الوطنيه لضحايا امتحان المحاماه تجسد شكلا نضاليا امام وزاره العدل، تنديدا بالخروقات والفساد الذي شاب هذه المباراه. اليوم نحن ليست لدينا رغبه في الاحتجاج، لكن هذا الفساد وهذا الحقره وهذا التهميش وهذا الاقصاء الذي طالنا هو اللي خرجنا وخلانا نحتجوا. حنا كذلك راه كنتابعوا الدراسات ديالنا، وكاين اللي مشغول وكاين اللي كيخدم، ولكن للاسف هذا الفساد اللي عيقوا به واللي حقرونا به واللي قصاونا به كأبناء الشعب خلانا نخرجوا نحتجوا. لذلك حنا كطلبه وكخريجين ديال القانون لا يمكن ان نصمت عن هذا الفساد الذي يطال المباريات والامتحانات العموميه. لا يعقل ان ابناء السياسيين وابناء النافذين هم من يستحوذون على المناصب، في حين انه حنا ابناء الشعب غنبقاو كادحين وغنبقاو خدامه تحت ارجلهم. لذلك حنا راه مواطنين
خصنا نتمتعوا بالحقوق الدستوريه ديالنا، ولا يعقل اننا نكونوا في 2023 ولا زلنا كنشوفوا واحد السياسات مضويه ديال التدخلات والتلاعبات بالامتحانات. حنا قمنا بمجموعه من الخطوات، توجهنا المؤسسات الدستوريه، توجهنا القضاء، لكننا لحد الان ما لقيناش شي تفاعل ايجابي، لان في دول اخرى، في دول اوروبيه وفي الدول التي تحترم نفسها، تقوم بمحاسبه وباعفاء اي متورط في مثل هذه الفضائح. لا يعقل انه ناس في اوروبا فقط انه تجاوزوا خداو بون ديال المازوط او لا تنقلات على ظهر الشعب كيتم اعفائهم ومحاسبتهم، وناس هنا كيلعبوا بالمال العام وكيلعبوا بالوظائف وبالمهن وكيتدخلوا تدخل نافر نافذ وسافر وكيخرقوا القانون. السيد وزير العدل كيقول بعظمه لسانه انه خرق القانون غير ما مره، فكيف السيد وزير العدل اللي هو مشرف على القانون على وزاره العدل يخرق القانون دون اي حاسب ورقيب؟ ونقول اننا مستمرون في هذه الاحتجاجات، واننا لن نتنازل ابدا، واننا مستعدون ان نذهب في هذه المعركه حتى الموت، لانها معركه وطن ضد الفساد وضد الاستبداد وضد مجموعه من الممارسات التي تسيء صوره الدوله وصوره المؤسسات والهيبه هذه الدوله اللي ضحاوا عليها الجدود ديالنا، وجاو هاد الناس اللي كيستافدوا من التعويضات وكيستافدوا من الخيرات ديال هذه البلاد وكيهمشوا فينا حنا اللي جدادنا ضحاوا من اجل هذه البلاد. مشروع ديال الوقفات اللي درناهم امام البرلمان، وكان دافع منا باش اننا نضغطوا على البرلمان يشكل لجنه نيابيه لتحصيل الحقائق بمقتضى الفصل 67 من الدستور، وكذلك على انه يضغط على الجهات المختصه لتحقيق في هذه المزاله مع وضوح القضيه وجلاء كل الملابسه ديالها. ولكن مع الاسف من بعد الوقت كامل تيقنا على ان لن تحرك ساكنا، ودائما كنطرحوا السؤال ديال ان ما دور هذا البرلمان، ولماذا عجز عن النطق بانتشافه، علاش ما قامش بالدور ديالو؟ اليوم من بعد ما تيقنا ومشينا للقضاء، فحنا درنا في اطار التصعيد وقفه امام وزاره العدل. هذا الصرح هذا الذي شيد سنة 1955، ومنذ ذلك شكلت السلطة الحكومية للمناضبة والمسؤولية ديالها والمكلفة بتفعيل وإعداد سياسة الحكومة في ميدان العدالة. من بعد الدستور ديال 2011 تغيروا المهام ديال وزارة العدالة واستقلت السلطة القضائية، وبذلك ولات مسؤولة عن تفعيل حق المواطن في الولوج للعدالة، وذلك خلال تنمية ولا كيفاش غادي نقولوا ليها تعبئة الموارد البشرية واللوجيستيك والمالية اتسيتيرا، هادشي كامل في إطار حسن سير المحاكم وتصريف العدالة. اليوم حنايا واقفين قدام وزارة العدالة من بعد كذلك في إطار تنزيل مقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة ديال سنة 2012 اللي ارتكزت على المبادئ اللي حددها جلالة الملك نصره الله في مجموعة من الخطابات وكذلك الرسائل السامية، واللي لا سيما في الخطاب ديال 30 يوليوز بمناسبة ديك 24 بعيد العشر المجيد، واللي قال من خلال جلالة الملك على أن إصلاح القضاء وتخليقه وعصرنته وترسيخ استقلاله هي في أصل المهام ليس فقط لإحقاق الحقوق ورفع المظالم، وإنما كذلك لترسيخ مناخ الثقة، سمعوا ثقة في إطار ولا كمحفز للتنمية والاستثمار. كذلك أضاف جلالة الملك على أنه واخا يدار أهمية ديال إصلاح منظومة العدالة والتعبئة ديالها بميثاقات إصلاح منظومة العدالة ولا بالتعبئة بالنصوص التشريعية وبالآليات الفعالة، فكيظل الضمير المسؤول ديال الفعالين في هذه الوزارة والمسؤولين هو المحك لإصلاحه وهو كل شيء. هذا حنا اليوم كنتعرضوا للإقصاء والظلم حتى عندنا مسؤولين ما عندهمش الضمير، وحنا اليوم جينا أمام وزارة العدل باش نخاطبوا هذا الضمير هذا ونقولوا ليه احنا هنا ما غاديش تنازلوا القضيه ديالنا في وجود وزاره العدل اللي كتهز اكثر من 30,000 موظف، ما كنهضرش على ما يكونش ضامر ولا جوج. فاذا كانت هذه السياسه اللي كما قلت حشومه سميوها سياسه ديال بعض المسؤولين ديال يخليو الشعب يغوت تيعيا وغادي ينسى، كنقولوا على ان هذه المشاهدين ما غاديش تنسى، والقضيه ديالنا ما غاديش تدوز هكاك، ما غينسنا فيها لا وقت لا والو. المسؤولين عارفين على اننا حنايا مضغوطين بالوقت، ولكن للاسف مازال التحقيق ما تفتحش. ملي كنقول التحقيق احنا وضعنا شكايات عند نائب وكيل الملك لدى محكمه النقد، وكذلك مجموعه من الدعاوي عند المحكمه الاداريه وكذلك محكمه النقد، ولكن الدعوه الاهميه مازال ما تحركتش. فهادشي كحد مجموعه من التساؤلات، واللي ممكن انا نقول اليوم قبل صرحت على ان صمت الاحزاب السياسيه هو تواطؤ لابناء الشعب المغربي، واليوم نقدر نقول على ان سكوت المؤسسه الدستوريه وتقاعس على العمل ديالها وغياب الضمير المهني الحي. وحنا اليوم هنايا باش نرجعوا هذا الضمير هذا، نقولوا على اننا حنا ما غاديش نتنازلوا، ومن بعد اليوم الا ما لقيناش تجاوب غادي يكونوا حركه تصعيديه فريده من نوعها اللي غتخلي التاريخ يشهد على هذه الملحمه البطوليه ذات الشباب، كيف ما غيشهد على هذا التفاعل وعلى هاد المسؤولين هادو واللي مخزي هادشي اللي يقول. ونكمل الهضره ديالي بعاش الوطن حرا ابيا ما دمنا نعيش فوق ارضه. شكرا شكرا على المشاهده.
إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.